خلينا نروح للقضية الكبيرة اللي طرحها عمرو برضو في نفس الحلقة بنفس السكريبت، وبرضو انتقد فكرة عدم الشفافية والتعتيم وعدم وضوح مصير مين؟ وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد اللهو الخفي، وقال بقى كلام ايه من اللي قلبك يحبه يعني. تعال بقى اتفرج كده كيف تحدث عمورة عن المتورطين في فساد وزارة الصحة. برضو خلي بالك عمرو أديب الحلقة بتاعت امبارح دي ممكن النص الأولاني منها تشوفها على قناة مكملين، خلاص النص الثاني ارجع تاني على الام بي سي او على اي حاجه هتفرج عليها، سهل قوي. بس النص الاولاني ده ممكن تاخده كده تعرضه، نعرضه علينا في مكملين، ناخده اعاده بعد مساء القاهره، ما عنديش مشكله خالص. ليه؟ الراجل بيتكلم صح جدا. تعالى كده شوف هو بينتقد فساد وزاره الصحه، وقولوا لنا يا اخوانا هي وزاره الصحه دي كويسه ولا مش كويسه؟ ما تقولوا لنا نفهم. الاولين دول ليهم اسامي، ولما تروح المحكمه الاسماء هتطلع، يعني هنعرف. انما ان الست تتظلم كده ما يعني ما او انه نبقى فاهمين انه هي مالهاش علاقه، يعني دي ناس عملت ده من وراها وهي شالت المسؤوليه السياسيه. انما لا عرفنا ايه موقف الوزيره، ولا عرفنا الناس دي بتشتغل ايه وفين، ولا عرفنا اسامي الناس دي ايه، ولا اي حاجه. معلش انا النهارده يعني ايه ماسك سلك عريان. ما هو يا جماعه انا الاسبوع الجاي هيجي قرار الاحاله، احاله فلان وفلان وفلان. اجي انا بقى على بره كاتبين لي الاسامي بالاسم وعلاقتهم ايه وكل حاجه، فاقعد انا بقى اقول ايه الحكايه، يا حلالي يا بلالي، وايه الموضوع، ومين ده ومين دي، وسمعه الناس وحاجات كده. عايز اقول لحضراتكم حاجه، احنا الـ الوقائع اللي بتاعه الفساد بتهم الناس جدا. وعلى فكره انتوا عارفين طبعا انه للمره الالف معمول الهاشتاج بتاع حشد 25 يناير جواه ايه؟ الحاجات دي اللي هو الحق شوف بص بيعملوا ايه، وهو ما في، هو ممكن يكون مفيش حاجه خالص. يعني انت قبضت على الناس، ده معناه ان انت ما فرقش معاك هو يقرب لمين ولا هو مين. انت جميل، طيب خلاص ما تسيبش بقى الدنيا كده، كمل جميلك، كمل جميلك، قول والله الوضع كذا كذا كذا، وكانت الحكايه كذا 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 كذا، والموضوع كذا كذا كذا، لانه احنا مش هنسيب الدنيا عامله كده. تمام خلاص. فدي دعوة فعلا، هو الرجل والله كان يجي يشتغل معنا، هو بيقول كل الحاجات اللي احنا بنقولها تقريبا، بس هو زي ما قال كده. ساعات على فكرة هي ليه بتهرب من عمرو ساعات؟ لأن هو الناس دي للأسف هم عارفين الصح، ودي الإشكالية اللي احنا بوحها صوتنا واحنا بنقولها. الناس دي أونطجية، الأونطجي الكذاب عنده هاجس داخلي جواه بيقول له يا نصاب قول الحق، فهو ما بيقولش الحق. فتيجي لحظات يجي يقول لك ايه، انا النهارده ماسك السلك العريان. شوف وهو عارف ان هو بيكذب، في لحظات الصدق المسروقه من عمر الزمن بيبقى حاسس ان هو هيتشعلق، وفعلا بيتشعلق. ما بتمرش لحظات ويجي عمرو اديب بعد ما يسخن وقبل الحلقه ما تخلص يقوم طالع ببيان من النيابه ويقراه عمرو، وتم الارسال من جهاز سامسونج على تليفونه، بيقرا البيان من على تليفونه، واللهجه تتغير، والتعتيم وعدم الشفافيه يبقى حنكه من النيابه، والست اللي ما كناش عارفين هي شمال ولا كويسه طلعت شريفه وعفيفه، والاسماء تنزل من التليفون في لحظه في نفس الحلقه. لا عرفنا ايه موقف الوزيره، ولا عرفنا الناس دي بتشتغل ايه وفين، ولا عرفنا اسامي الناس دي ايه، ولا اي حاجه. معلش انا النهارده يعني ايه ماسك سلك عريان، ما فيهمش لا الوزيره ولا ابنها، وهو ده المهم ان الناس تاخذ حقها ولا تترك الامور. طبعا احنا يعني لينا للنيابه كل العذر، لان هي طبعا تريد ان تتحقق، وانها لما تطلع بيان تطلعه دقيق، ده مفهوم،
ولكن انا كنت في اول حلقه بقول انه وانا نفيت بشكل قاطع ان هذه السيده ممكن ان هي يكون عندها اي فساد او اي شيء في هذا الامر، لان انا اتعاملت معاها كتير، هي ست نظيفه اليد، شريفه اليد، نظيفه اليد، طاهره الذيل، واحنا اللي ما بنعرفش نتفرج، احنا اللي ما كناش فاهمينك، احنا كنا فاهمين غلط وبسرعه. مش بس كده، عمرو قام مدور وفجأة يطلع بقصة ابن الوزيرة اللي بيدافع عن والدته، فجأة كده طلع من الصندوق قال لك الإعداد، لحظة واحدة، إعداد جاب لي بوست لابن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، كل واحد بقى عايز يحط التاتش بتاعه، تعال نشوف البوست بتاع ابن الوزيرة، كان فين ابن الوزيرة ده؟ كله طلع بعد ما مسك السلك العريان في نفس الحلقة. جابوا لي تويتا لنجل وزيرة الصحة، من الأمانة بوست على الفيسبوك، من الأمانة أن أنا أقراها قبل ما أطلع الفاصل. أنا المهندس سيف ابن دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعايز أقول أن حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بيروجوا لادعاءات وافتراءات علي ليس لي أي علاقة بها. هو أنت يا باشمهندس، هو أنت حد جاب جي جنبك يا ابني؟ انت حد كلمك؟ يعني ايه حسب افتراءات ايه؟ وانت حد جاب سيرتك حبيبي؟ انت مالك يا ابني؟ احنا بنتكلم على ماما، مامتك سيادة الوزيرة الدكتورة هالة فين؟ ما بتطلعش ليه تتكلم؟ مش هي طلعت طاهرة الذيل، عفيفة اليد، شريفة النفس؟ فين يا بابا؟ ايه العلاقة؟ انت ايه اللي جابك اصلا؟ ده الحساب ده كمان هتتفاجأ بقى، ان اللي طلع من فراغ كده بعد 3 اشهر من القضية طلع حساب معمول من اول امبارح، وبعد ساعات اتكتب البوست ده، قام رايح طبعا مبعوث لعمرو اديب عشان يطلع الوزيره بقى ايه، تطلع بره دايره الشكوك، ويطلع ابنها بقى هو اللي بي ايه بيكشف عنها حجاب البراءه والعفاف. على القاهره 24 حساب مجهول مفعل من 24 ساعه فقط، ابن هاله زايد يرد لاول مره على اتهامات قضيه الفساد. طب هو ابن الدكتوره هاله فجاه كده قرر انه يكون ليه حساب على الفيسبوك امبارح عشان يدافع عن ماما مخصوص، ولا على الاعداد هو اللي كتبه، ولا هو ايه اللي حصل؟ ما تفهمونا يا اخوانا، والله فهمونا، احنا بنفهم يعني، لو شرحتوا لنا هنستوعب، مش اغبياء احنا للدرجه دي يعني. في النهايه مين اللي طلعوا وحشين بقى في قضيه فساد الصحه؟ مين ومين شبكه علاقاتهم؟ تعالى بقى احنا نشوف. للاسف برضو بعد ما طلعت البيانات وطلعت الحاجات، هنقعد احنا اللي ندور على الاسماء. مفيش حاجة عايزة تتقال، كله تحت ضغط، وكله على عجل، وكله على السخان، اسلق الحق، شوف عمرو بيعك في ايه، مسك السلك العريان، عالج يا ابني، ابعت له البيان على التليفون خليه يقوله ونخلص. تعال شوف، بينهم طليق الوزيرة، قضية الفساد، وزيرة الصح دكتورة هالة، احد المتورطين في قضية الفساد، طليقها، مصادر تكشف على المصري اليوم، أسماء المتورطين في قضية رشوة وزارة الصحة. مين هم؟ نشر المصري اليوم كاشفا عن مصادر قضائية أنه أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمحال فيها كل من محمد عبد المجيد، محمد حسين الأشهب، طليق وزارة الصحة هالة زايد، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، ومحمد احمد محمد بحيري، والضابط السابق حسام الدين عبد الله فوده، ويشغل منصب مدير عام التراخيص في العلاج الحر. اول اسم مين؟ خد بالك، اول اسم محمد عبد المجيد محمد حسين الاشهب، طليق وزيره الصحه. مين هو بقى؟ مين الراجل ده؟ زوج الدكتوره هاله زايد وطليقها المتورط في قضيه الفساد. بعد ورود اسمه في قائمة المتهمين في قضية الفساد بوزارة الصحة وحبسه على خلفيتها، نوضح لكم في سطور من هو زوج هالة زايد أو طليقها. محمد الأشهب زوج الدكتورة هالة زايد السابق، مواليد قرية أمسيد في الأليوبية، رجل أعمال، أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، شن ضده هجوم، آدي بقى تعالى شوف إيه جريمته. محمد الأشهب طلب لنفسه 5 مليون جنيه، و أخذ منه 600,000 جنيه على سبيل الرشوة من ملاك مستشفى خاص بوساطة من متهمين آخرين
مقابل استعمال نفوذه لإصدار قرار عدم غلق المستشفى المدار بدون ترخيص، بالإضافة لتجهيز قرار مزور بعدم وجود مخالفات به. تمام؟ يبقى دي ده اللي عمله أول متهم محمد الأشهر طليق الدكتورة هالة، كان شغال في الوزارة. طيب مين تاني من ضمن الأسماء اللي اتذكرت في القضية برضو؟ مالك السيد عطية الفيومي، ده ابن النائب السابق عن الحزب الوطني، ودي أبرز معلومات عن والده. تعال نشوف الأول والد هذا الشخص، بيانات النائب السابق السيد عطية الفيومي، ده والد مالك اللي هو المتهم، من الأليوبية برضو، عضو مجلس شعب في الفصل التشريعي في 2005 و2010، طبعا 2010 ده بتاع الثورة اللي أسقط، خلاص، عن الحزب الإيه؟ الوطني. يبقى مالك ده باباه عضو سابق في مجلس الشعب عن الحزب الوطني. مش بس كده، مالك عمه بقى كمان هو النائب الحالي دكتور محمد عطية الفيومي، وهو عضو مجلس نواب حالي عن حزب الحرية المصري، حزب الحرية مش الحرية والعدالة، حزب الحرية المصري، وعضو اللجنة المحلية في البرلمان. ومعروف لكل أهالي طوخ أن النائب عطية الفيومي وسيد عطية الفيومي والد مالك المتورط في قضية وزارة الصحة من رجال الحزب الوطني القدامى، بحسب ما نشرت الأخبار من 2015. الفيومي هو يحشد الفلول في طوخ، ماشي، يعني هو ابن باباه وعمه فلول، ماشي. يبقى ده مالك، كويس. التالت، تعالى التالت، محمد بحيري، من محاسن الصدف يعني انه قيادي برضو في حزب الحرية ده، واتذكر اسمه في نعي في اكتوبر سنة 2017 في صفحة الحزب الوطني في طوخ بعد وفاة النائب اللي هو السيد عطية ابو مالك. ده بوست هو ارشيفي حزب الحرية المصري في طوخ، بمزيد من الأسى والحزن يشاطر حزب الحرية وسيادة النائب الأستاذ الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، والسيد الأمين العام والسيد مش عارف مين، والسيد الأستاذ محمد بحيري عضو اللجنة التنفيذية بالحزب، ماشي، عن وفاة مش عارف إيه كذا كذا، الله يرحمها ويحسن إليه. طيب ده تعرف بسيط كده على المتهمين اللي أخيرا وبعد شق الأنفس اتعرفت أسمائهم الحمد لله، وعرفنا أن الدكتورة هالة زايد أنضف من الصيني بعد غسيله. وادي الناس المتهمين في القضية، عرفناهم منين؟ من الصحافة بقى، إيه، بالتتبع. ده تتبع، ده جهد بقى، قعدنا ندور ونشوف لحد ما توصلنا لجانب من شخصيات هؤلاء. شوف كل ده في إيه؟ في قضية فساد واحدة في وزارة الصحة، ده فصل بسيط جدا من فصول الفساد في الجمهورية الجديدة وكيف يتم التعامل معاه. مش بس كشف الفساد، انت ممكن تقول ان هم بيكشفوا الفساد اهو، شوف طريقة كشف الفساد، شوف الطريق، شوف التعامل، هتلاقي كلها عبارة عن شبكات، شبكة في الصحة، شبكة في الرياضة، شبكة هنا، شبكة هناك، وهتلاقي في مئات زي فكر الهواري ده في كل الشبكات دي، بيحمي وبيبرر وبيدافع ومسنود، وفي الآخر مين اللي بيزبط لهم الإيه الليلة كلها؟ شبكة تانية في الإعلام والسلطة، كلها ملنكة ببعض، كلها شايفة لبعض، بتكتب سكريبت واحد وما عندهاش أدنى أزمة إنها تغير السكريبت ده في نفس الحلقة لو اقتضت الضرورة.